كيف تتعامل مع الناس؟ أول قاعدة، الناس غير منطقيين أبداً ولا تهمهم إلا مصالحهم، فتعامل مع الناس بهذا المبدأ. هكذا طبع الناس، ولا يهمهم إلا مصالحهم. أيضاً من قواعد التعامل مع الناس، اعلم إذا فعلت الخير سيتهمك الناس أن لك دوافع، فافعل الخير على أي حال. عند الناس أنت متهم، سويت خير ما سويت خير، لا 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 لا، متهم، افعل الخير. جميلة القاعدة. إذا نجحت في منصبك في حياتك ستكسب أصدقاء مزيفين، فتعامل على هذا المبدأ ولا تنصدم، لأن المنصب يأتي لك بأصدقاء لا يحبونك، المال يأتي لك بأصدقاء لا يحبونك، وربما يتمنون موتك. نجاحك في الحياة سيأتي لك بأصدقاء يتمنون زوال النعمة ولا يحبونك. تعامل على هذا المبدأ، يعني لا تظن الصديق الجديد الذي دخل عليك بعد نجاحك سيدخل عليك وأنت فاشل. نجاحك سيأتي بأصدقاء مزيفين، لا تنصدم ولا تنخدع، تعامل على هذا المبدأ. الصدق والصراحة سيعرضك لنقد الناس وانتقاد الناس، وأنت ستنتقد إن كنت كاذبا أو منافقا أو مجاملا، فكن صريحا صادقا أفضل لك. انتقدني الناس على صراحتي وصدقي أفضل مليار مرة من أن ينتقدني من لا يسوى في نفاق. الناس في أمس الحاجة للمساعدة، لكنهم سيهاجمونك لأنك ساعدتهم، وسينظرون للمساعدة بتفاوت، ليه ساعد هذا وأنا لا، ليه أعطى هذا أكثر وأنا لا، فقال سيهاجمونك. فساعد الناس على أي حال، ستواجم. اعلم أن الناس غوغائية، الناس تتكلم وتنقل الكلام، والناس تحب نقل الكلام ولو بزيادة أو نقصان، والناس دائما لا تتقي الله في نقل الكلام، فتحب ما يسمى أن تضع بهارا وبهارات على الكلام. لا تظن أن الناس ينقلون لك كتاب ربهم، بل هم ينقلونك أحاديث الناس وكلام الناس الذي معرض ولم يعصم ولم يحفظ من زيادة أو نقصان. فلهذا ضع كلام الناس على أنه يحتمل الكذب والزور والبهتان. لهذا إذا وصلك أمر من الناس لا تأخذ كلام الناس على أنهم يتلون على مسامعك قرآنا كريما، بل إنهم يتلون على مسامعك عن لحم أخيك الميت الذي أنت لم تتبين ولم تتثبت لكنك صدقت، فعل في أذنك لا في ألسنتهم. رابعا يا سيدي، الناس تخالف دائما ما تتكلم به دائما. في الملخص هذا لخصه الله، ادفع بالتي أحسن. شوف هذه القواعد كلها الله لخصها، ادفع بالتي هي أحسن.